طلقني يا حاج. انت بارك ايش بك انت؟ هذا الطلاق ولا ايش؟ دبل من بدهم يا خلاق. الاخلاق والبلاق الفرق يعني صورة البلاق ينسى لتعلم ألو على كل شيء قدير ولو قد أحب كل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما يا حاج. إذا ما يواني يا عبد الرزاق إيش بك أنت؟ كما أقول لكم يا بلاق إيش بك أنت يا حاج هندوياك؟ بس ما تشوفني، إذا ما تشوفني راح تقب علي مصروف. لا عاد شوف في هذه بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق ولكن عزة والمصروف يوزك علي. ألو السلام عليكم. وي بسم الله ايش بك انت للحين؟ طلقني يا حبيبي انت. لا ما في طلاق، لا ما في طلاق، ما في طلاق ولا الحين عشان صورة الطلاق. بلا بريز بلا صورة الطلاق. يوا مع السلام يا الحج وسهلا بكم في هذه الحرم المكي لأهل العز والكرم.